بدي أحكي عن الأسبوع يلي بيبدأ سبت 30 أدار مارس وبينتهي الجمعة 5 نيسان أبريل 2024. شو هني أبرز الأحداث الفلكية عن الشهر الرابع شهر نيسان أبريل؟ إذا كان شهر أدار مارس شهر متعب وضاغط مليان بالأحداث الصعبة والتعقيدات المفاجئة على كافة الأصعدة، إلا أنه هيدا الشهر الرابع شهر نيسان أبريل ما رح يكون أرحم، هو رح يصير القلق والخوف بشكل كبير، والسبب هو الكسوف الكلي الأقوى والأشد خطراً بهيدا السنة، لأنه هيدا الكسوف رح يتزامن مع بعض الكواكب ويتنافر مع كواكب تانية، والسبب رح يسبب بكوارث طبيعية مناخية وإنسانية وغيرها. هالكسوف الكلي يلي رح يسائب ببرج الحمل بيحمل معه خضات كتيرة وبيترك أثره على الأسابيع المقبلة وبيأثر بشكل مباشر على الأبراج وعلى الكواكب يلي عم تتنقل ببرج الحمل يلي هن الزهرة وعطارد. كمان شهر نيسان يعتبر شهر مليء بالمستجدات والمواجهات المطلوبة من الجميع، التكيف مع التغييرات يلي رح يفرضها نفسه هو هذا الكسوف على المحيط. أحداث الكسوف هالأسبوع بشهر هالأسبوع رح تكون الأقوى والأشد، بيحمل معه أحداث بتقلب الموازين، يعني ما يحتم الضرورة التحفظ وعدم التسرع بأي قرار أو موقف، خاصة لعند مواليد الحمل بالطليعة اللي بيأثر عليهم بشكل مباشر، مواليد السرطان، الميزان والجدي. هالثلاث أبراج لازم ينتبهوا كتير منيح من تأثيرات الكسوف الكلي. كمان رح نشهد بشهر نيسان أيار نيسان أبريل بتاريخ 28 التقاء بين كوكب المشتري وكوكب أورانوس بنقطة قريبة جدا، وهذا بيسبب بأحداث كثيرة بالإضافة لوجود المريخ ببرج الحوت، وكمان رح تكون تداعياته ونتيجته اضطرابات وتوترات بتستمر حتى شهر أيار مايو يلي بيشهد اقتران لعدة كواكب ببرج الثور، وهذا كمان بيسبب بالخوف من حصول بعض الكوارث. الله يبعد عن الجميع الضربات وكل للكوارث. بالنسبة لأحداثنا الفلكية عن هيدا الأسبوع عنا أحداث كتيرة، وما يعني ما بيكون في كتير تنقلات أو بحركة الكواكب بعد الشمس وعطارد عم يتنقلوا بالحمل، بيكون تأثيراتهم جيدة مهنيا، بيحملوا تألق وانشراح وشهرة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس، كمان بيحملوا كتير من الفرص للمشاركة بأحداث مهمة. كما أنه وجود عطارد ببرج الحمل بيحمل معه أمور إدارية حلوة مالية، توفيق بالأوراق والملفات والمستندات، وبتتسهل أمور مواليد الأبراج النارية وبترجع الحركة حركة الاتصالات وكل شيء بيتعلق بأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات. كمان بعد عنا بهالأسبوع عم نشهد تراصف للمريخ والزهرة والنبتون وزحل ببرج الحوت، أربع كواكب بيسببوا بالقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لكل من مواليد الجوزاء العذراء والقوس. كمان بعده كوكب الحب بآخر درجاته عم يتنقل ببرج الحوت وبيعطي اشياء حلوة كتير لمواليد السرطان العقرب والحوت بحياتهم الشخصية، وبيعيشوا فترة ناشطة جدا على الصعيد العائلي، وبيكونوا على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية عاطفيا وعائليا. رح يحيطهم كوكب الحب بأجواء من الرومانسية والسعادة، ورح يساعدهم على حل القضايا المعقدة والعالقة. المشتري أورانوس بعدهم عم يتنقلوا بالثور، وبلوتو بالدلو، ما يعني مشاكل، تأخير، ظروف طارئة وتحديات لكل من مواليد العشرية الأولى من مواليد الثور الأسد والعقرب. بالنسبة لحركة القمر رح تكون على الشكل التالي: السبت والأحد عنا القمر ببرج القوس الناري وبشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج الحمل، وبيتعاطف الحظ مع مواليد الحمل الأسد والقوس، وبيزيد من شعبيتهم وبيحملهم تسويات قانونية ومشاريع جديدة. بين الاثنين والأربعة القمر بينتقل لبرج الجدي، وبيكون عنا مربع فلكي مع الشمس من برج الحمل، ما يعني الكثير من الخيارات الجديدة والمكافآت لكل من مواليد ثور العذراء والجدي. الخميس والجمعة القمر ببرج الدلو بيدفع مواليد الجوزاء الميزان والدلو نحو التوقيع على عقد جديد أو إبرام صفقة مالية رابحة. هيدا بالنسبة لتحركات الكواكب، وطبعا ما بننسى المعايدة الكبيرة لمولود هالأسبوع من برج الحمل عقبال 100 سنة من السعادة والحب والتقدم.
في عنده سنة مهمة، سنة جيدة بامتياز مع وجود كوكب الحظ المشتري ببيت المال ببرج الثور بالقسم الأول من السنة، لينتقل من بعد المشتري لعند برج الجوزاء اعتبارا من تاريخ 27 أيار مايو، لينعم عليك بالخيرات والارتياح والأرباح المهنية والمشاريع الجديدة. رح تعيش مرحلة مهمة جدا عزيزي مولود الحمل، تحمل إنجازات تحقيق للأهداف، وبتعتبر من أكثر المحظوظين بهيدي السنة. كل الكواكب عم تكون عم تتضامن معك، عم تقدم لك انفراجات كبيرة وحظ واستقرار ونجاح وتألق، رح يسطع نجمك وتحقق شهرة وبريء كتير كبير. أما عاطفياً مولود الحمل رح ينعم بسنة، سنة الحب والرومانسية، كمان رح يعيشوا مغامرات مميزة مع الشريك بهيدي السنة الحلوة يلي بتحمل معها كتير إشياء حلوة رح تتذكرها لسنوات طويلة. هالسنوات رح تكون، هاي السنة رح تكون من أجمل السنوات على كافة الأصعدة. بالتوفيق يا رب، شو ما كان عندكم أحلام لازم تحققوها. مولود الحمل بيتفق بالحب مع مواليد برج العذراء والقوس.